مرحبا، شلون تقدر تعيش الضحية بدون مختصبة؟ هذا سؤال توجه للمحامي صفاء اللامي، وكان رده بلقاء تلفزيوني عن رأيه بنص القانون 398 اللي خفف العقوبة عن المختصب إذا تزوج من الضحية ويجبره على البقاء وياها 3 سنوات. السبب حسب رأيه أنه المجتمع ما راح يرحمها إذا بقت بدون زواجها من المختصب، لذلك هي محتاجة لغطاء اجتماعي حتى تبرر اختصابها. سيد صفاء، يعني بالعادة نحن نلجأ إلى القوانين لكي تحمينا، اليوم من يحمي المرأة من هذه المادة؟ أنا من دعاة النظر الإيجابية لهذه المادة، يعني علينا أولاً أن ندرس الحالة، إذا لغينا هاي المادة كيف ستكون الآثار المترتبة على الضحية المختصبة؟ يعني هل تستطيع الزواج من شخص آخر؟ هل تستطيع التعايش بصورة طبيعية مثل أقرانها باقي البنات بالمجتمع؟ سيد صفاء، يعني كيف للضحية أن تعيش مع مختصبها؟ وكيف لها أن تعيش بدون مختصبها؟ كيف سينظر لها المجتمع؟ هذا الفيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي محليا وحتى عربيا، وصار عليه جدال واسع بالتزامن وينطلاق حملات لناشطات عن أهمية إلغاء القانون 398. هذا القانون والتشريع منصف للاثنان معا، الغاصب والمغتصبة. ليش؟ لأنه المجتمع العراقي مجتمع عشائري، مجتمع قبلي، واقعنا الاجتماعي لازم نوجد مخرجات لما يحدث من أخطاء، وإلا مشاكل البلد تكون كلش كبيرة. هي مو لعبة حتى المغتصب إنه كيف وش وقت يعوفها وش وقت كذا وثلاث سنوات، لا، إذا يتزوج لازم يستمر وياها طيلة عمرها. المغتصب بالنسبة للضحية وكأنما وحش بالنسبة لها، يعني هو أذاها أو هو مثلاً أساء لها والجسدها والعقلها والنفسيتها. شلون تقبلون أنه تتقدم هيك خطوة وتروح تتزوج مثابة أنه يعني قاتلها، حتى لو هي ما ماتت بس قاتلها؟ لا، يعني أغلب الآراء اللي انطرحت على السوشيال ميديا أو من قبل ناشطات بحقوق المرأة تشوف أنه القانون هذا قانون مجحف للمرأة من جانبين أساسيين. الأول بتخفيف العقوبة على المغتصب، شبه الموضوع يصير مكافأة وبدل ما ينسجن يجيبوا له عروسة، بالتالي هذا الشيء ممكن يشجع البعض على ارتكاب هاي الجريمة بدون الخوف من الرادع. حتى أكو فيديو انتشر يشير لهذا الموضوع. اغتصب من تحب وسيزوجها لك القانون وفق المادة 395. سعيدين بوجودك ويانا، رحب بيك واريد اسالك اول سؤال. شفنا فيديوهات وهاي انتشرت بالفتره الاخيره على مواقع التواصل الاجتماعي، من عندها فيديو لصاحب تاكسي كاتب عباره على سيارته غريبه يقول اغتصب او اخطف حبيبتك ليزوجها لك القانون، وهذا طبعا بالاشاره لقانون 398. شنو تعليقك على هذا الفيديو؟ وهل المكتوب ممكن يكون نتيجة فعلية على أرض الواقع؟ بالتأكيد القانون هو مجحف وإلى علاقة وارتباط قوي بالواقع، واللي نشوفه أساساً من ازدياد بالجرائم الاغتصاب. يعني حتى الاغتصاب مو فقط للنساء البالغات للقاصرات، وحتى للأطفال. فأكيد نشوف هيك عبارات، لأنه يقول مدام أنه بالتالي راح يتم مكافأة الجاني بدل من معاقبته، وراح يزوج الضحية بدل ما أنه ينحكم بالسجن أو بالإعدام، فأكيد راح يكون هذا الطريق راح الهواية، خصوصا الأشخاص اللي تفكيرهم غير سليم وغير الفطرة السليمة راح يفكر بهذا التفكير، وطبعا ارتباطه قوي بالقانون. زين، داري أسألك على الفيديو اللي انتشر للمحامي صفاء اللامي اللي يعتبر العيش يصعب على الضحية بدون مختصبها، شنو رأيك بهذا الفيديو؟ صراحة يعني مع كل احترامي لرأي الأستاذ صفاء، لكن من المضحك أن نعتبر أنه هذا القانون هو مناسب للضحية، وخصوصا أني شفت لقاء وياه وأكثر من لقاء أيضا شرح بها وجهة نظره أو الوجهة نظر القانونية اللي تطرق إلها أنها تناسب الواقع العراقي، وكذلك ذكر أكثر من عبارة أنها هي مخيرة وغير مجبرة. يعني صراحة أنا أضحك على عبارة أنها مخيرة. هل المرأة العراقية بالعراق هي مخيرة؟ هل هي مخيرة
مخيرة. أساسا نحن نناضل حتى نحصل على أبسط حقوقنا، حتى نلبس اللبس اللي نريده، حتى نختار الوظيفة اللي نريدها، حتى الدراسة اللي نريدها، حتى يعني أي شيء أبسط الحقوق ممكن اللي نريدها وإحنا نناضل من أجلها. حتى الزواج الطبيعي والاعتيادي اللي يكون من غير ما تكون أكو اغتصاب وأكو جريمة، هو أساسا غالبا أو كثير من النساء لا تكون مخيرة وإنما تجبر. فكيف إنه هي الضحية بهذا الوضع تكون هي مخيرة؟ وحتى وإن خيرت، فضغط المجتمع وضغط الأهل وضغط العادات والتقاليد والنظرة على أنك عار هي بحد ذاتها هي رح تجبر الضحية أن تقول نعم. أهوان الناس ينادون بأن القانون بنص الحالي ديكاف المجرم بتزويجه للضحية، شلون تشوفين هذا الموضوع؟ من أمن العقاب أساء الأدب، فبالتأكيد أنه القانون دا يكافئ الجاني، لذلك إذا نشوف انتشار الضحية أي أوكي أنه هو راح يتعاقب، راح ينسجن، راح يتزوج الضحية، ممكن خلاص وقع على ورقة الزواج ورا 3 سنين يطلق الضحية ويعيش حياته عادي، والضحية مجبرة أن تعيش وتعيد الآلام النفسية والصدمة النفسية وكل هذه المعاناة اللي عاشتها لحظة الاغتصاب كل يوم ولمدة 3 سنوات، وما نعرف هاي خلال 3 سنوات شنو اللي يصير وياها وشنو التأثير النفسي اللي راح تعيشه، وممكن أساسا أنه يجي طفل أيضا للدنيا من أب مجرم وأم غير مؤهلة نفسيا لأنها تعاني ومن صدمة، فهي أساسا ماذا تعالج، محتاجة للعلاج النفسي. فبعد كل هذا أنه نشوف القانون بدل ما أن ينصف الضحية أو يعاقب الجاني هو ديكافئ صراحة. أما من جانب ثاني فناقشت الآراء الآثار النفسية على الضحية وشلون ممكن تكون ويا مختصبها ببيت واحد، مع احتمالية طبعا أنه يصير عندهم أولاد وتصير عائلة كبيرة، بالنتيجة الأثر النفسي لهاي العائلة بالكامل شلون ممكن يكون؟ تخيلوا حياتهم شلون ممكن تصير؟ وهنا تحس المجتمع يظلم نفسه بنفسه باعتبار أنه رضا الآخرين عن شكل حياتك أهم منك وأهم من راحتك وأهم من سعادتك، وكأنه بما معناه حياتك ومشاكلك داخل بيتك مو مهمة، أهم شيء شكلك قدام الناس. احنا نعرف بكل العالم الاغتصاب يعتبر جريمة كبيرة طبعا، ويبقى الضحية يتعالج من آثارها النفسية لسنوات طويلة. زين، إذا عاشت الضحية وياه شلون راح يكون شكل الأثر على الضحية؟ طبعا أنا من وجهة نظري أنه تكون الصدمة مضاعفة، أنه تدمر حياة البنية بالكامل، يعني بدل ما أنه نعالجها نأهلها نفسيا ممكن يكون العلاج أسرع وأفضل، إحنا ندخلها بصدمة أخرى بصدمة ثانية ممكن أنه يكون علاجها صعب. وأساسا إحنا لحد الآن القانون مدى ينطي علاج نفسي، يعني مدى يهتم بما تتعرض له الضحية، يعني هو دمار من كل الجهات. أي تبرير لأي مجرم مهما كان نوع جريمته راح يكون بأثر كبير على بناء المجتمع بالحاضر وبالمستقبل، وإذا كنا نعتقد أنه هاي الحالات هي حالات خاصة بتبريرها وبتبرئة فاعليها فكلش عادي تشوف أنه راح تنتشر ما دام أكو لها حاضنة اجتماعية تبرر وتغطي الغلط وتتستر عليه، وكلش خطأ نغض النظر عن الأثر النفسي العميق اللي راح يرافق الضحية طول حياتها واحتمال أولادها اللي ما لهم أي ذنب، بالإضافة إلى الأثر على التركيبة الاجتماعية لأسرة تتكون من أب مغتصب معنف وأم ضحية لمجرم اغتصابها وعائلة ظلمتها بإجبارها على الزواج منه وقانون منظر لوضعها الشخصي ما له علاقة. صراحة ما أعرف شلون ممكن تنوصف هيك عائلة وشلون ممكن واحد يتخيل شكل الأبناء وانعكاساته وانعكاسات المجتمع عليهم. مشاهدين رأيكم كلش مهم بهاي الحلقة، كنا عندنا بنات عندنا خوات عندنا صديقات ممكن يتعرضون لهذا الشيء، لذلك نريد نقرأ آراءكم حول الحلقة وشلون ممكن تتعاملون ويا الموضوع لو كنتوا بدال الضحية ولو كنتوا لكم قرار بتشريع هاي القوانين. شكرا للمشاهدة، أودعناكم ننتظر آراءكم بالتعليقات.